انا اليوم دافعي صباح الخير يا عرب على استوديو ام بي سي. اول ما وصلت فتت بهيك غرفه سانيتايزيشن هيك بترش فوت هيك وانا بتعرف لانهم الشعارات كيف بيكونوا اول ما فوت على الاستوديو رشوا كل شيء نظفوا كل شيء بعدين اكيد سكيورتي بتاكدوا من كل شيء وبادج واسم وخبريات ليتاكدوا انا مش جاي هون جاي على 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 المقابله وبعدين هلا شوي شوي جاي دوري بصوت شوي بكير تمام بصوت بكير بصوت شوي بكير وبلحق بصوت هذا الفيديو وهلا لما نشوف شغل الاستوديو حبيت فيه في كذا ست يعني اكيد علو عالي كثير اناره وقرار وفي كذا ست في ست محل ما قاعدين على كنبي وست وفي ست يمين طبخ وخبريات ففي كاميرات وكذا انجل عم تصور كل شيء وبينهم لوحدي لوحدي من استوديو لاستوديو فست اب جيد يعني وحديثنا اليوم عن واتساب وفيسبوك وتليجرام وكلها وسيجنال وكلها الخبريات شو يعني